أتكلم عن فريق الإنعاش بالمشفى. طبعا الإنعاش الناجح بيتطلب فريق عمل فعال، فيصير في تقسيم الأدوار وتنفيذ إجراءات بنفس الوقت حتى ما يصير تأخير بين الإجراء والإجراء. قائد الفريق هو مثل قائد الأوركسترا، بيجمع الفريق لما بيصير في إنعاش، وبيراقب عمل كل فرد من أفراد الفريق أثناء الإنعاش، وبيساهم يعني بالتدريب والإعداد الفريق بشكل دائم وشرح الأشياء غير المفهومة، وبيركز على كل عضو من الفريق على أو مهمته فقط، ويعني مهمته الرئيسية هو أنه يتأكد أنه كل شيء عم ينجرى بالتوقيت الصحيح وبالطريقة الصحيحة. ما بيشتغل شيء بإيده، لكن بيعرف كل شخص شو لازم يشتغل وحتى يحصل المريض على الرعاية الشاملة. فريق الإنعاش المثالي هو لازم يكون عدده 6، وكل فرد من هذا الفريق لازم يعرف دوره ومسؤولياته بشكل مسبق، يعني مو يجي على الإنعاش يكون مسؤولياته جديدة. في مواقع محددة يعني لازم يتخذها القائد، إذن هذا أماكن توزع الفريق الإنعاش اللي عدده 6 مثل ما أننا شايفين. قائد فريق الإنعاش بيوقف على طرف، مسؤوليته يعني تحديد أدوار كل شخص من هدول الأشخاص الخمسة، بيتخذ قرارات المعالجة، بس هو اللي بيعطي أوامر إنه يعطي الدواء، بياخذ تلقيم راجع من باقي أعضاء الفريق عند الحاجة، يعني مثلا مسؤول الرجفان بيقول له أنا حللت النظم، فبيطلع النظم وبيقول له أصدم. مسؤول الأدوية بيقول له إنه أنا فتحت وريد، فبيقول له أعطي الدواء، بيقول له أعطيت الدواء، إذا تلقيم الراجع مهم. وأحيانا ممكن أحيانا يعني يتولى يعني بعض المسؤوليات، مثلا إذا كان مثلا ما متواجد مثلا مسؤول الرجفان، إزالة الرجفان، أو مثلا ما حسنوا يفتحوا الطريق الهوائي، أو مثلا فتح وريد. أحيانا ممكن قائد فريق يقوم ببعض المسؤوليات في حال ما كانت محددة. عندنا مسؤول الطريق الهوائي يعني توضع مكان توضعه خلف رأس المريض، وهو مسؤول عن يعني عملية فتح الطريق الهوائي، إعطاء التهوية عبر الأنبوب، وإدخال أدوات فتح الطريق الهوائي المتقدم مثل الأساسي والمتقدم، الأوبا أو الإمبا أو الأنبوب الرغامي. مسؤول التمسيد هو مسؤول عن عملية التمسيد ويعني إجراء الضغطات الصدرية لمدة 5 دورات أو دقيقتين، وفي حال تعب أو بعد دقيقتين، ممكن كل دقيقتين، يبدل هو ومسؤول إزالة الرجفان. شو دوره مسؤول إزالة الرجفان؟ طبعاً شايفينه هن متقابلين قدام بعضهم، واحد من هاي الجهة واحد من هاي الجهة، مشان ما يصير في ارتباك. المسؤول إزالة الرجفان يعني مسؤوليته دائماً إنه بس صار إنعاش بيجيب جهاز مزيل الرجفان وبيحلل النظم وبيصدم يعني المريض حسب يعني تعليمات قائد الفريق، وممكن يوصل المريض حتى على مونيتور مشان كل أعضاء الفريق يشوفوا أو قائد الفريق يشوفوا اضطراب النظم ويعطوا رأيهم إذا كان في مثلا يعني شيء غير واضح. وطبعا لا ننسى أنه في حال تعب مسؤول التمسيد ممكن يبدل بينه بين مسؤول إزالة الرجفان أو كل دقيقتين بحيث ما يأثروا على بعضهم. عندنا مسؤول الأدوية هنا، مسؤول الأدوية هو يعني عبارة عن ممرض أو ممرضة، بيقوم بفتح الطريق الوريدي أو حتى العظمي وبيعطي الأدوية. وفي عندنا هون مسؤول ما هو معروف كثير، هو مسؤول التوقيت والتسجيل، بيوقف على طرف بيسجل وقت عمل كل إجراء، بيسجل وقت أعطاء الأدوية، لأنه في بعض الأدوية مثل ما شفنا مثلا كل 3 دقائق أو كل 5 دقائق، فلازم يسجل ويعلن وقت أعطاء الدواء، وبيعلن متى يجب إعطاء الدواء التالي. مثلا أعطاء أميودارون 300 ميلي جرام، بيقول الصدمة التالية رح نعطي مثلا أميودارون في حال ما استجاب، في حال ضل في عنا حاجة للصدم نعطي أدرينالين بعد 3 دقائق مثلا. بيعد عدد مرات أعطاء الدواء، بيعد عدد مرات الانقطاع عن التمسيد، بيوصل المعلومات هي اللي يعني بيحكيها بصوت عالي ليسمعوا قائد الفريق وباقي أعضاء الفريق.
إذن مهام قائد الفريق بتتضمن لما يعني غموض الأدوار عند الفريق، فبيمشي يعني هون مشاكل بسبب هذه الشغلة. بتشوف إنه الفريق يعني عم ينجز نفس المهمة أكثر من مرة، أو المهمة الأساسية تبعيته ما عم ينجزها، فبنعرف إنه في عنا مشكلة في غموض الأدوار وعلامات إدارة غير واضحة لقائد الفريق. لازم قائد الفريق يوكل المهام بشكل واضح لأعضاء الفريق اللي عندهم أدوار متعددة، حتى لو كان لديهم عدد كافي من المقدمين، أجل تجنب عدم الفعالية والكفاءة. أحياناً يجب على أعضاء الفريق أنه يتواصلوا إذا كانوا يستطيعوا القيام بمسؤوليات إضافية مثلاً، ولازم قائد الفريق يشجعهم. مثلاً أنه واحد من أعضاء الفريق ما عرف يفتح وريد، ممكن مثلاً يجي اللي عم يوقت مثلاً يساعده أو يفتح معه الوريد. ويجب على قائد فريق أن يشجع أعضاء الفريق من أجل المشاركة حتى في القيادة وليس الاتباع. في شغلات رح نحط عليها نقوم فيها، وفي شغلات لازم ما نقوم فيها. قائد الفريق أن يقوم بالتعريف الواضح لجميع أدوار أعضاء الفريق في المجال الطبي. لازم كل واحد يعرف دوره من قبل حتى حدوث الإنعاش، وعلى أعضاء الفريق أنه يعرفوا ويبحثوا عن مهام متلائمة مع مستوياتهم. يعني أنا ما بعرف بنبب، ما بكون بأخذ دور أنه موضوع تنبيب. ما بعرف بفتح وريد على السوا، ما بأخذ موضوع فتح الوريد. ما بعرف أتعامل مع الصادم، ما بأخذ دور التعامل مع الصادم. إذا كنت أنت ما لك قادر مثلاً على إنجاز مهمتك، مثلاً ممكن ما أحسن تفتح وريد، ممكن تطلب مهمة جديدة. إذا كان هاي المهمة اللي أنت مكلف فيها أعلى من مستوى كفاءتك وخبرتك، يجب على قائد فريق أن لا يتجاهل المهام المخصصة لجميع أعضاء الفريق المتواجدين. ما يوكل مهام لأعضاء الفريق اللي غير متأكدين مسؤولياتهم، ما بيعرفوا شو هن قادرين عليه. ما يوزع المهام بشكل غير متساوي، مثلا يعطي واحد أعضاء الفريق أكثر من مهمة والبعض الثاني ما عنده ولا مهمة أو مهامه قليلة. واحد بيمسد وبيزيل الرجفان بنفس الوقت، والثاني بس عم يفتح وريد وبيعطي الأدوية. فإذا لما بيكون مهام أحد أعضاء الفريق كثيرة، ممكن أحياناً يقصر أو يطول أحياناً. على أعضاء الفريق إنه ما يتجنبوا أخذ المهام الموكلة لهم. يعني والله أنا يعني بعرف بفتح وريد، بس أنا ما بدي أشتغل هالشغلة، أو ما يأخذوا المهام الخاصة الأعلى من مستواهم وكفاءتهم وخبرتهم. لازم أعضاء الفريق يعرفوا حدودهم، ولازم لا يكفي أنه يكونوا على معرفة حدود وقدرات معينة، لازم يكون قائد فريق مدرك لهي القدرات وهي الحدود، وبيسمح له بتقييم موارد الفريق، وبيسمح له بدعم طلب الدعم الاحتياطي لما بيكون في حاجة للمساعدة. ويعني لازم يعرف حاله العضو الفريق اللي أداؤه عالي أنه يتوقع أنه ينطلب منه المساعدة. يعني يعلم قائد فريق له إذا بدك أنا مثلا بفتح الوريد، إذا بدك أنا بنبب المريض. على قائد فريق وأعضاء الفريق طلب المساعدة بشكل مبكر، لأنه أفضل هذا الشيء من الانتظار وحتى الدهور. مثلا شفت حالي ما بحسن مفتاح وريد، فورا بطلب المساعدة بشكل مبكر، مو بجرب 4-5 مرات لأطلب المساعدة. نطلب النصيحة من الناس اللي عندهم خبرة إذا حتى ساءت حالة المريض. قائد فريق وأعضاء الفريق إنه ما يرفضوا تقديم مساعدة من الآخرين كان القيام بالمهمة الموكلة. أحيانا كتير بتصير بالإنعاش، والله بيفتح وريد وما ما حسين أكثر من مرة، بيجي واحد بيقول له بدي أساعدك فبيرفض، قال لا لا خلاص تركني، أنت عم تضيع وقت على المريض، ما بيصير. إذا لا ترفض تقديم المساعدة سواء من قائد فريق أو أعضاء الفريق. إذا كانت المهمة خاصة أساسية في العلاج، والله فتح الوريد وإعطاء الأدوية، لا على أعضاء الفريق أنه يستخدموا ويبدأوا بالعلاج الغير معروف أو العلاج الناتج عن هذا النصيحة، ويجربوا أدوية لحالهم أو الأدوية الغير معروفة بالنسبة لهم. وعلى أعضاء الفريق ما يأخذوا المهام الكثيرة بوقت واحد، والله افتح وريد ونبه بالمريض، هي مهمات مختلفة ويعني لا يمكن إنجازها بنفس الوقت. إذا كان واحد بيحسن بيساعدك لازم تطلب منه المساعدة. تدخلات البناء خلال محاولات الإنعاش ممكن يحتاج تدخل
إذا كان إجراء ما على وشك الحدوث غير مناسب. هو عم بيحاول يفتح وريد وما عم بيحسن، فممكن يتدخل هون قائد الفريق أو أحد أعضاء الفريق. هذا بسموه تدخل بناء، لكن لازم يكون لبق يعني تدخل، ما يتجنب المواجهة مع أعضاء الفريق الآخرين، وممكن نستخلص المعلومات إذا ما كان هناك حاجة. دائماً إلى النقد البناء ما بعد الإنعاش. قائد الفريق أنه يطلب البدء بالتدخل المختلف إذا كان هناك أولوية عالية، مثلاً عدم القدرة على تنبيب رغامي، ممكن يطلب من عضو آخر بيعرف ينبيب رغامي أو ممكن هو يجي نفسه. أعضاء الفريق أنه يقترحوا أدوية بديلة أو جرعات بديلة بأسلوب مفهم بالثقة. ممكن أحياناً يكون بعض الأدوية بحاجة لا قائد الفريق ولا أعضاء الفريق الآخرين. قائد الفريق أن لا يقوم بإفشال المهمة الموكلة لعضو من أعضاء الفريق اللي بيحاول القيام بمهمة أعلى من مستويات مهارته. فممكن يكون يعني يكون عم ينبب وبيعرف إنه هو مو خبير كتير، لسه ما بلش تنبيب، تقول له لا وقف، لا اتركه يبدأ التنبيب. إذا فشل هذاك الوقت ممكن توكل لحدا تاني أو أنت تقوم فيها كقائد فريق بنفسك. لأعضاء الفريق إنه ما يتجاهلوا أعضاء الفريق اللي بيكون على أعطاء دواء بشكل غير صحيح. إذا شفته يعني بدي أعطي دواء غير صحيح بشكل غير صحيح، فممكن نوقفه، يعني ما بصير يتجاهلوا إنه والله هو شغلته، أنا شغلتي التنبيه خلاص ما لي علاقة بالأدوية. لا، ممكن إذا سمع إنه عم يعطي دواء غير الدواء أو شافه مثلا دواء غير الدواء ممكن يتدخل. مشاركة المعلومات كتير مهمة، عنصر حاسم بأداء الفريق الفعال. أحيانا ممكن قائد الفريق نفسه ممكن يوقع بخطأ في علاج محدد أو نظرية تشخيصية مثلا، والله يقول هذا رجفان بطيني بس، لكن هو يكون ستاند ستيل، فممكن يكون خطأ البشري موجود وشائع، حتى قائد الفريق ممكن يخطأ. لذلك مشاركة المعلومات مهمة، يعني لما عم نحلل النظم كلها عم نطلع على تحليل النظم، مو بس قائد الفريق هي مهمته، ممكن قائد الفريق يخطئ. مثلاً البعض مثلاً في أنواع شائعة للأخطاء، مثلاً كل شيء على ما يرام، لا ما كل شيء على ما يرام. مثلاً ممكن يتدخل أحد أعضاء الفريق يقول لا ما هو كل شيء على ما يرام، الوضع لا فيه في نقص أكسجة في كذا، يعني بتدخل. مثلاً واحد يقول إنه خطأ مثلاً عمل كل شيء بس ما تعمل هذا الشيء، لا هذا ما بيصير كمان، هذا خطأ كمان شائع. لما بتكون الجهود الإنعاشية غير فعالة لازم يعني الكل يشارك يتحدث كفريق إنه ليش هيك يعني عم بيصير معنا، ليش ما بينجح الإنعاش معنا. أنا حسيت إنه بالملاحظة بالتقييم الأولي هذا المريض كان مزرق مثلا، معقول نسينا إنه المرض هذا المريض معه مثلا شيء معين، هل نسينا ما نعطي دواء معين؟ فهي دائماً النقاش لازم يحدث أثناء الإنعاش. يجب على أعضاء الفريق الأداء العالي طبعاً إبلاغ قائد الفريق بأي تغيرات من أجل بحالة المريض من أجل تأكد أن القرارات اتخذت جميعها ضمن المعلومات المتاحة. على قائد الفريق تشجيع بيئة تبادل المعلومات، طلب الاقتراحات إذا لم يتم تحديد تدخلات القائد. مثلاً قائد الفريق يعجز فبيطلب مثلاً إيش رأيكم؟ شو بتقترحوا نعطي دواء للمريض؟ شو بتقترحوا نعمل الآن؟ اطلب أفضل أفكار للتشخيصات المختلفة خاصة عند وضع التشخيص التفريقي. إذا بتسأل بشكل دائم عجب نسينا شيء، مثلا لازم نفتح وريد، لازم نعطي أدوية. وعلى أعضاء الفريق أيضا أن يشاركوا المعلومات مع باقي أعضاء الفريق. على قائد الفريق أن لا يتجاهل اقتراحات الآخرين بخصوص العلاج. والله المسؤول عن التوثيق يعني التوقيت بيقول انه لازم يعطي الادرينالين، فما يتجاهل هذا الحكي، لا يبلش يعطي يعني قرار، ما يتغاضى عن او يفشل علامات الفحص السريري ممكن ترتبط بالعلاج مثل فحص النبض. على اعضاء الفريق كمان ما يتجاهل المعلومات الهامه اللي بتحسن دورهم او عملهم في الفريق. من المهام الاساسيه لقائد الفريق هي المراقبه واعاده التقييم لحاله، تقييم التدخلات اللي عم يتم إجراءها، تقييم مثلا التمسيد، تقييم التنبيب، تقييم التهوية، تقييم إعطاء الأدوية. مثلا إذا أعطيت الممرضة دواء وما دفشت وراء 10 سم سيروم ملحي أو 20 سم سيروم ملحي،
بيرجع بيأكد لها، بيعيد تقييم نتائج يعني الحاصلة مثلا من تمسيد الكامينوغرافي، الأكسجة، عدد مرات التنفس، عدد مرات الضغطات، عمق الضغطات. ولازم بنهاية يعني كل إنعاش مراجعة حالة الإنعاش، تلخيص المعلومات، تحديثها. مثلا انتبهوا يا شباب، ترى يعني أنت كنت بتضغط بشكل بعمق غير كافي، لازم تضغط مثلا عمق 5 سنتي أو تلتين الصدر. انتبه أنت ترى أعطيت الأدوية بدون ما تدفش وراها 20 سنتي سيروم ملحي. إذن بنحط الخطة المرة القادمة يا شباب، ما رح نشتغل بهالطريقة، فلان لازم يكون مسؤول عن التنبيب، فلان لازم يكون عن التمثيل، فلان لازم يكون مسؤول عن إزالة الرجفان. ممكن نغير خطة المعالجة، لازم نكون مرنين، مراجعة التشخيصات المبدئية والتلخيص دائما لازم يكون مدون. قائد الفريق إلى الاهتمام المستمر للقرارات الخاصة بالتشخيصات المختلفة، المراجعة والحفاظ على التسجيل المستمر للعلاج الأدوية الموصوفة واستجابة المريض لها. على قائد فريق وأعضاء الفريق أعطاء اهتمام واضح للتغيرات الهامة في حالة المريض السريرية، وأن يضاعف المراقبة مثل مرات التنفس، الضغط الدموي لما بتدهور حالة المريض. على قائد الفريق أن يتجنب الأخفاق في تغيير الاستراتيجية العلاجية، ويتم تقديم معلومات جديدة تحتاج إلى التغيير في العلاج. حلقة التواصل المغلقة مهمة جدا، التواصل بين أعضاء الفريق ذوي الأداء العالي لازم يكون تواصل مغلق. كلمة تواصل مغلق تعني تطبيق الخطوات الثلاثة التالية. لما بيعطي قائد الفريق توجيهات أو تعليمات أو وسائل أو مهمات لأعضاء الفريق، هذا أول لغة تواصل بصوت عالي. قائد الفريق بيتلقى الاستجابات الواضحة من أعضاء الفريق، إنه يتأكد إنه سمعوا وفهموا الرسالة. أحيانا بتواصل بصري كما سيأشر له تمام أنا فهمت عليك، أو ممكن حتى تفاهم لغوي. وبيستمع قائد الفريق لتأكيدات أداء المهمة، مثلا بيرفع إيده اللي عطى الدواء بيقول أنا عطيت أدرينالين، اللي عم يعطي النفس بيقول أنا نببت أجريت التنبيب الرغامي، اللي عمل صدمة بيقول كلير، بيعمل صدمة بيقول أعطينا صدمة 200 جول. إذن دائما لازم يكون في تواصل مغلق، يعني يحكي قائد فريق ويرد عليه العضو الفريق. إذن على قائد الفريق تحديد مهمة أخرى بعد التأكيد الشفهي على إكمال المهمة السابقة، وعلى عضو الفريق أنه يغلق الحلقة ويخبر قائد الفريق أنه بلش بإعطاء الدواء ومثلا وانتهى منه. لا يجب على قائد الفريق عدم إعطاء المزيد من المهام لأعضاء الفريق دون تلقي انتهاء المهمة. يعني والله عم يعطي الدواء بتقول له روح نبب المريض، لا استنى ليخلص الدواء، لازم يتأكد أنه انتهت المهمة بعدين يطلب منه تلقي. أعضاء الفريق عدم إعطاء الأدوية دون تأكيد شفهي للأمر من قبل قائد الفريق، يعني ما يعطي دواء لحاله حتى لو بيعرف أنه بعد 3 دقائق، يسأل أنه أنا راح أعطي دواء الأدرينالين، بيقول له نعم أعطي مثلا إذا ما كان أعطاه أمر هو. ممكن يكون عاد الدوران العفوي وما انتبه هو اللي عم يعطي الأدوية. وعلى أعضاء الفريق أنه ما ينسوا إخبار الفريق بعد أعطاء الأدوية أو تنفيذ الإجراءات. لازم تكون الرسائل واضحة بالتواصل الشفهي، يكون مختصر، خطاب مميز، نبرة صوت محكمة أيضا. لازم الرسائل والأوامر تكون بهدوء وطريقة مباشرة بدون صراخ، لأنه التواصل غير واضح ممكن يؤدي إلى تأخيرات غير لازمة في العلاج أو حتى أخطاء طبية. مثلا ما لفظت اسم الدواء أو ما لفظت الجرعة. أحيانا الصراخ ممكن يسبب توتر ويخفض فعالية أداء الفريق، ويجب أن يتكلم شخص واحد في أي وقت. لازم على قائد الفريق إعادة الأوامر الطبية اللي جتهم وتفحص الأوامر إذا كان هناك أدنى شك. مثلا شك إنه قال له أعطي أدرينالين 2 ملي جرام، هو بيعرف 1 ملي جرام، فقال له 1 ملي جرام ولا 2 ملي جرام مثلا. يعني إذا كان في عنده شك فتحص الأوامر.
على قائد الفريق أن لا يتحدث بجمل ناقصة أو غير كاملة، أن لا يعطي رسائل مبهمة أو أوامر طبية غير واضحة، لا يهتف، لا يصرخ، لا يعني يخوف الأعضاء الفريق. الأعضاء الفريق تجنب الفوقية من خلال توضيح أو اختصار الرسائل. لازم يكون في احترام متبادل بين أعضاء الفريق وقائد الفريق، والعمل بطريقة جماعية للحصول على فريق ذو أداء جيد، والتخلي عن الأنا واحترام البعض من خلال أو التدريبات الإضافية اللي بتكون لدى قائد إيش الوضع؟ قائد فريق أن يتحدث بلطف ويتحكم بنبرة صوتية جيدة، يتجنب الصراخ على أعضاء الفريق، يتجنب الصراخ أو إظهار الكراهية، الاعتراف بإنهاء المهمة بشكل صحيح، ويعني جيد. على قائد فريق أن لا يصرخ عندما يرفع أحد ما صوته، لأن الآخرين راح يتصرفوا بشكل مماثل. يعني أي واحد صرخ ما يصرخ كمان قائد فريق، لا يتصرف بشكل عدواني، لا يكون غير مهتم بالآخرين، وهيك بيكون أنهينا هذا البحث.